إنجازات دولة الإمارات عظيمة، ومسيرة التطوير والتميز لا تتوقف. إننا ندرك أن ما أنجزناه يعتبر رياديًا بكل المقاييس، وندرك أيضًا أننا ما زلنا في بداية الطريق، وأن الطريق طويل. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. قامت هيئة الطرق والمواصلات بإعداد خطة متكاملة لمشاريع الطرق والنقل والمواصلات لخدمة معرض إكسبو، وأحد أهم هذه المشاريع هو مسار 2020، مع مراعاة أن يكون خطاً مستداماً يهدف أساساً لربط الخط الأحمر لمترو دبي على طريق الشيخ زايد بموقع إكسبو، مروراً بمشاريع ومواقع حيوية لضمان استدامة المشروع. وقد تم التنسيق مع جميع المطورين والجهات الخدمية الحكومية للتأكد من أن مسار 2020 سيدعم المناطق الحيوية التي يخدمها هذا المشروع الحيوي في الحاضر والمستقبل. ومن أجل مراعاة رؤية دبي الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام، ينبغي ألا تنتهي الاستفادة من خدمة الخط الجديد مع انتهاء فترة 6 أشهر التي سيستغرقها المعرض، بل أن يستمر بخدمة مناطق دبي الحالية والمناطق المستقبلية. وتتضمن الدراسات الجاري تنفيذها ربط مسار 2020 مع مطار آل مكتوم الدولي. يبدأ مسار 2020 من محطة نخيل هاربر أند تاورز، ويمتد لمسافة 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، و 3.2 كيلومتر تحت مستوى الأرض، ويتكون من 7 محطات، 5 محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى الأرض. ويخدم هذا الخط المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وهي الحدائق، ديسكفري جاردنز، الفرجان، جميرة جولف ستيت، ومجمع دبي للاستثمار. وتستغرق الرحلة من منطقة مرسى دبي إلى موقع المعرض 16 دقيقة. إجمالي عدد السكان الذين يخدمهم هذا الخط 270,000.